تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، افتتح وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية في الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 75 دولة. كاميرا يا هلا كانت هناك بصحبة الزميل مساعد بن خضير ورصدت هذه التفاصيل. الحمد لله مشاركتنا متعددة على كافة المسارات، أولها هو الجناح الرئيسي لوزارة الدفاع في المعرض اللي يقدم صورة بانورامية عن تطور وزارة الدفاع من خلال ثلاث مسارات. المسار الأول هو مسار الإرث اللي هو يتناول نشأة وزارة الدفاع واللي بدأت حقيقة من ليلة المصمت في عام 1901-1902 حينما افتتح مدينة الرياض الملك عبد العزيز رحمه الله. بعد ذلك نشأة الوزارة وإطلاق وكالة وزارة الدفاع ثم وزارة الدفاع. المحور الثاني هو محور القدرات اللي نعطي فيه لمحة عن تطور نوعي لأفرع القوات المسلحة السعودية، للقوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي. نستعرض التطور الكبير في المعدات والمنظومات والاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المتقن. في محور المستقبل وهو محور مهم نستعرض فيه برنامج تطوير وزارة الدفاع الذي بدأ برؤية طموحة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2015، واليوم احنا في وزارة الدفاع نلمس هذه الجهود والنتائج اللي صارت من إطلاق وكالات الوزارة والتطوير المستمر لأفرع القوات المسلحة. لدينا العروض الجوية اليوم في المعرض خلال 5 أيام، أكثر من عرض لفريق الصقور السعودية اللي بمناسبة يحتفل بمرور 25 سنة على تأسيسه اللي هو اليوبيل الفضي. كذلك لدينا طائرات التايفون لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية تقدم عروض لا تتفوت، وندعو حقيقة لسكان مدينة الرياض بزيارة المعرض للاستمتاع بمثل هذه الاستعراضات الجوية الرائعة. كذلك الخدمات الصحية في وزارة الدفاع موجودة اليوم على أرض المعرض من خلال عدة عيادات طبية متنقلة تقدم الرعاية الصحية الطارئة في حال الحاجة لها للمشاركين ورواد المعرض.